خططات تنموية خماسية تقوم على نظرة استراتيجية لإنجاز مشاريع كبيرة، هذا ما كشف عنه الرئيس المدير العام لمجمع نفطال مراد منور صباحة اليوم الاثنين خلال استضافته في منتدى الشعب الاقتصادي. وأفاد منور أنه جرى تخصيص غلاف مالية فوق 250 مليار دينار جزائري في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2027 لمشاريع إنجاز أنبوب نقل غاز البترول المسال من أرزيو إلى العاصمة، ما سيسمح بتموين العديد من المدن في مساره وتخفيض تكاليف النقل عبر البواخر، إضافة لمشروع أنبوب آخر يسمح بنقل الوقود من مصفات سكيكدا إلى الجزائر العاصمة، والذي سيمون هو كذلك عدة مدن يمر خلالها. ككل المؤسسات نحن نعمل بمخططات خماسية، أي عندنا مخطط تنموي يمتد على 5 سنوات. يعني عندنا نظرة استشراقية طبعا، لا ننتظر أمور مثل هذه. مشاريع كبيرة استراتيجية مثل هذه تسطر وتخطط يعني سلفا. إذا كل عام لدينا مخطط خماسي يعني نحينه كل عام. الغلاف المالي الذي خصص للمشاريع الاستثمارية لخلال 5 سنوات يتعدى 250 مليار دينار. هذا يعني ليس هناك أكثر من 3 مؤسسات وطنية بإمكانها تخصيص مثل هذا المبلغ للمشاريع الاستثمارية.